السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم من تيم اور كورس. هنشرح النهارده توتوريال بايو بعنوان الدايجيشن اند ابسوربشن اوف كربوهيدرات. هناخد برده جزئيه دي الدايجيشن في الليبيد. الدكتوره طبعا ما تحيتش يعني تشرح جزء الابسوربشن. طيب فهنشرح اللي هيخش الميد معانا يعني ان شاء الله، وبعد كده ان شاء الله نعمل جزء تاني بعد الميد اللي هيخش فاينل بقى. اول حاجه بيقول لك يعني ايه دايجيشن. الدايجيشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن بريك داون اوف لارج مولكيول تو ايت سمول مولكيول، يعني الجزيئات الكبيره. تمام، بحاول ان انا اكسرها عشان يعني احولها لجزيئات صغيره، احاول او ان انا اعرف امتصها. تمام. قال لك ان انا الدايجيشن ده يا اما يكون ميكانيكال يا اما يكون كيميكال. لو كان ميكانيكال عن طريق ايه؟ عن طريق مثلا اللي هي الفيزيكال بريك داون، عن طريق ان انا بكسر حاجه دي فيزيكال، يعني مثلا زي ان انا بقطع مثلا الاكل بسناني او حاجه، فده بنسميه ميكانيكال او فيزيكال بريك داون. تمام. قال لك ده بيساعد ايه؟ بيساعد ان الانزيمات تشتغل بسرعه على الايه؟ على الاجزاء ديت. تمام. بعد كده قال لك الكيميكال. الكيميكال اللي هي بريك داون اوف ذا فود انتو سمول مولكيول باي دايجستيف ايه؟ باي دايجستيف انزيم. يعني الكيميكال ده عن طريق ايه؟ عن طريق انزيمات بتبدا تشتغل. لكن الميكانيكال عباره عن فيزيكال بريك داون عشان اسهل عمل ايه؟ عمل الانزيمز. طيب بعد كده قال لك ايه؟ قال لك الابزوربشن عباره عن ايه؟ عباره عن اللي هي زي باسج اوف ايه؟ زي البروتوكس. طيب عشان كنا بنقول الابزوربشن عباره عن ايه؟ عباره عن الباسج اوف ذا برودكتس او اند برودكتس بتاع الدايجيشن فروم الجي اي تي تو اي تو بلاد. ببدا ان انا انقل بقى الاكل اللي انا عملته له دايجيشن او اللي انا هضمته، انقله بقى ايه؟ للبلاد، عشان البلاد ده ينقله لجميع اجزاء الجسم او يوصله الاول للقلب، والقلب يبدا ان هو ايه؟ يوزعه لجميع اجزاء الجسم عشان ايه؟ يوصلهم الاكل بتاعهم يعني. بعد كده قال لك ان هي الدايجيشن اند ابزوربشن اوف الكربوهيدرات. قال لك اول حاجه ان انا عندي الكربوهيدرات ان دايت، الكربوهيدرات في الاكل بتاعي عباره عن ايه؟ يا اما تكون يعني المصلي الاغلب بيكون يا اما داي سكريات يا اما بولي سكريات. خلاص، يعني انت الاكل اللي بتاخده من بره بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن سكريات ثنائيه او عديده ايه؟ عديده سكريات عديده يعني. تمام. تمام. لكن ايه؟ عديد جزيئات الجلوكوز. لكن إيه؟ لكن قليل جدا لما باخد ايه؟ باخد السكريات دي بصوره احاديه. تمام. يعني هتلاقي ايه؟ معظم اكلك في مثلا ستورش، مثلا نشويات، لو انت مثلا بتاكل اكل فيه قمح او مثلا بوتيتوز بقى او بينز او جرين. تمام. اسمها نشويات عشان فيها النشا الستورش. تمام. او مثلا ايه؟ او جلايكوجين ده بتاكل ايه؟ بتاكل مثلا من الليفر بتاع الحيوانات مثلا، او ايه؟ او من المصل او الميت، يعني المصل هي الميت. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك برضو عندي سيلولوز او ايه؟ او البكتين. السيلولوز او اللي هي البكتين دوت، قال لك ان هو بيبقى موجود في الجرين ايه؟ جرين اللي هي فيجيتابلز، زي مثلا زي الخس او اي حاجه بقى خضره من الفواكه او من الخضروات والفواكه. تمام. والسيريالز. تمام. طيب قال لك بقى من امثله الدايسكرايدز عندي ايه؟ عندي اللي هي السكروز، وعندي اللاكتوز، وعندي المالتوز. السكروز ده كنا قايلين عباره عن ايه؟ عباره عن اتحاد الجلوكوز مع الفركتوز. واللاكتوز عباره عن ايه؟ عباره عن اتحاد الجلوكوز مع الجلاكتوز. والمالتوز عباره عن اتحاد جزيئين، اثنين جزيء ايه؟ اثنين جزيء جلوكوز. طيب السكروز قال لك ان هي بيبقى موجود فين؟ هو بيبقى موجود في اللي هي السكر، الشوجر بيت والشوجر ايه؟ والشوجر كان. تمام. تمام ماشي، اللي هو قصب السكر. تمام. وبنجر سكر. تمام. تمام ماشي. وده بيبقى ايه؟ بنسميه اللي هي ايه؟ بنسميه اللي هي الشوجر تيبل. تمام. اما بالنسبه لي اللاكتوز بيبقى موجود في الملك، والمالتوز بيبقى موجود ايه؟ موجود في المالت. تمام. تمام اللي هو الايه؟ اللي هو الشعير. تمام. بيبقى موجود في الشعير برضو في الالكحول، يعني بيبقى موجود في الشعير والالكحول. طيب طيب بعد كده عندنا اللي هي المونو ايه؟ مونو سكريات. المونو سكريات ديت قال لك الاغلب بيكون في صوره الفركتوز والجلوكوز. قال لك ان الفركتوز دوت هو بيبقى موجود في الفاكهه، خاصه الجرابس اللي هو العنب، والهوني اللي هو العسل. طيب قال لك ان هو بيبقى موجود. بعد كده عندي الجلوكوز. قال لك ان الجلوكوز بيبقى موجود في الكانز، في القصب، بيبقى موجود في الهوني، موجود في الفروتس، يعني كلام جنرال اللي واخدينه قبل كده في الجنرال اللي هي البايوكيمستري يعني. طيب بعد كده قال لك برضه معلومات من سنه اولى. قال لك ان فورمن ريمايندنج، قال لك ايه؟ قال لك ان الستارش والجلايكوجين بيتكونوا ايه؟ بيتكونوا من جزيئات اسمها الفا جلوكوز، يعني جزيئات الجلوكوز بتاعتهم بنسميها ايه؟ الفا ايه؟ الفا جلوكوز. قال لك ان هي لينكد ايه؟ لينكد توجذر باي الفا 1.4 جلوكوزايت لينكج. يعني ايه؟ يعني هتلاقي كل جزيء جلوكوز ماسك في الجزيء الثاني جلوكوز عند ايه؟ عند الرابطه 1 ايه؟ 4. تمام. يعني هتلاقي مثلا رابطه 1 من هنا و4 من الجزيء اللي جنبه. خلاص تمام. بنسميها ايه؟ الفا ايه؟ الفا 1.4 جلوكوزيتك ايه؟ جلوكوزيتك لينكج. تمام. وكمان لان الستارش ده عديد زي ما احنا قلنا اللي هو البولي سكرايد، فانت ممكن تلاقيه ايه؟ ممكن تلاقيه برانشد، يعني ايه؟ في برانشات كده، يعني مثلا زي الستارش في ايه؟ في برانشات اهي. تمام. وهتلاقي برده اللي هي الايه؟ اللي هي الجلايكوجين في ايه؟ في برانشات. فقال لك ان الاثنين دول بسبب البرانشات ديت، البرانشات دي بتبقى موجوده ما بين ايه؟ ما بين ذره الكربون رقم 1 لجزيء السكر اللي بيبقى في التشين دي، وذره الكربون رقم 6 في اول جلوكوز بيبقى موجود في ايه؟ في البرانش ده.
يعني اول جزء خالص في البرانش ده بيبقى ايه، بيبقى متصل مع اللي تحتيه او جزء الجلوس اللي تحتيه بربط ايه، بربطه 6-1 جلوكوزتك ايه، جلوكوزتك لينكج تمام. فقال لك ان الستارش والجلايكوجين لانهم بيحتوي على مزيج جلوكوز ماسكه مع بعضها اللي هي تشين واحده كده، بيبقى عند ايه، عند الفا 1 و4 جلوكوزتك لينكج. لكن لانها بتحتوي برضو على برانشات فقلنا ان هي ايه، فقلنا ان هي بتحتوي برضو على ايه، على الفا 1 و6 جلوكوزتك لينكج بسبب ايه، بسبب برانشنج ايه، برانشنج بوينتس. بعد كده قال لك ان عندي حاجه اسمها سيلولوز، وزي ايه السيلولوز لو انت شفته كده هتلاقي ايه، هتلاقي ان هو مش برانش، يعني اكيد مش هستخدم ولا واحد ولا ليها واحد و6 ايه، واحد و6 جلوكوزتك لينكج تمام. تمام يبقى انت كده عارف دلوقتي ان انا ما عنديش واحد و6 جلوكوزتك دي اللينكج ايه في دي السيلولوز. لكن باقي ايه، بيقول لك ان السيلولوز دوت مختلف عن الجلايكوجين والستارش في ايه، في ان السيلولوز اصلا جسم ما بيعرفش يعمله ايه، يعمله ابزوربشن تمام. يعني هو مهمته حاجه تانية خالص تمام، ان هو مهمته ان هو بيسحب ميه لما بيكون موجود في الانتستين علشان ايه، علشان يسهل خروج ايه، خروج الفضلات. لكن هو ملوش اي وظيفه في، يعني ما بيتهضمش ولا بيكسر ولا اي حاجه. ليه بقى؟ لان هو بيتكون من بيتا 1-4 جلوكوزيتك لينكج، والانزيم اللي بيكسر البيتا 1-4 جلوكوزيتك لينكج دوت ما بيبقاش موجود اصلا في جسم الانسان تمام. تمام فهو قال لك ايه، قال لك ان هو بيتكون من بيتا جلوكوز تمام، لينكج ايه، لينكج جلوكوزر باي بيتا 1-4 جلوكوزيتك ايه، جلوكوزيتك لينكج. زي ما احنا قلنا ان هي بسبب ان هي ما فيهاش برانش انت مش هلاقي ولا واحد ولا ليها 1-6 لينكج تمام. تمام بعد كده قال لك ان انا عندي مركب تاني اسمه الدكسترين. الدكسترين ده عباره عن ايه، عباره عن جزيئات سكر بتبقى ماسكه بعضها كده تمام، بتكون اكتر من ايه، اكتر من 8 جزيئات جلوكوز تمام. قال لك ان هو برضو بيحتوي على ايه، بيحتوي على برانشات تمام. يعني ده هتلاقي كده ايه، هتلاقي برانش او اكتر، يعني برانش واحد او ممكن يبقى اكتر ايه، اكتر من برانش تمام. فبنقول عليه ليال ايه، ليال اوليجو ساكرايد ويز 1 اور مور الفا 1-6 جلوكوزيتك لينكج تمام. بتحتوي على ايه، بتحتوي على حوالي 8 جزيئات سكر في الايه، في الطول بتاعها. قال لك بعد كده عندي حاجه اسمها الفا ليميت ديكسترين. ليميت يعني ايه، يعني حاجه محدوده او اصغر شويه من الديكسترين. قال لك ان هو شبه الديكسترين بس ايه، بس اصغر، سمولر ايه، سمولر ليال اوليجو ساكرايد. بيبقى بيحتوي على ايه، بيحتوي من 3-5 جلوكوز يونتس. طيب بعد كده قال لك ايه، قال لك اللي هي الكربوهيدرات دايجيشن. قال لك الكربوهيدرات دايجيشن ديت اول حاجه اللي هي الستارش واللي هي الجلايكوجين. قال لك ان هما الاثنين يعني دول بيتحولوا ايه، بيتحولوا لجزيئات جلوكوز تمام، جزيئات جلوكوز. طيب قال لك ايه، قال لك بعد كده عندي المالتوز بيتكسر بيديني ايه، بيديني 2 جزيئات جلوكوز. طيب واللاكتوز، اللاكتوز بيتكسر بيديني جلوكوز وجلاكتوز. طيب بالنسبه لي السكروز، السكروز بيتكسر بيديني فركتوز وجلوكوز تمام. بعد كده قال لك هي دايجيشن ايه، دايجيشن باي سليفري اند بنكرياتيك اللي هي الاميليز. طيب دخلنا بقى ايه، دخلنا في الكيميكال ايه، في الكيميكال في الكيميكال دايجيشن، يعني لما احنا قلنا في ميكانيكال وفي كيميكال. دخلنا بقى ايه، دخلنا في الانزيمز بقى، وشغل الانزيمز على الايه، على الكربوهيدرات دي. قال لك اول حاجه، لو انا هتكلم على ايه، على الستارش والجلايكوجين تمام. اول حاجه قال لك ان انا عندي هضم الكربوهيدرات بيبدا ايه، بيبدا في الماوس بتاعك من اول الفم. ليه؟ لان الفم بتاعك بيحتوي على ايه، بيحتوي على سليفري الفا اميليز تمام. تمام قال لك ان السليفري الفا اميليز دوت دوره بيبقى اللي هي انسيجنيفيكانت، يعني ايه، يعني مبيبقاش ليه دور مهم قوي. يعني ليه؟ اول حاجه هو وظيفته بس ان هو بيكسر الستارش لجزيئات اصغر شويه، يعني تاثيره بيكون ضعيف تمام. تمام بيديني ديكسترين يعني جزيء كبير كده تمام، في برانشات برضو، وبيكسره لي المالتوز واللي هي المالتوترايوز والايزومالتوز. طيب ايه الفرق ما بين المالتوز والايزومالتوز واللي هي المالتوترايوز؟ طيب انا عندي المالتوترايوز ديت عباره عن ايه، لو انت ركزت كده هتلاقيه كاتب لك ان هو عباره عن ثلاث ايه، ثلاث جزيئات. هو طبعا احنا عارفين المالتوز جزيئين ايه، جزيئين سكر. المالتوترايوز ترايوز يعني ثلاثه، فهو عباره عن ايه، عباره عن مالتوز بس بيتكون من ثلاث جزيئات ايه، ثلاث جزيئات جلوكوز تمام. طيب الايزومالتوز، الايزومالتوز دوت هو شبه المالتوز بس الفرق ان عنده الربطه بتاعته ما بين 1-6 ايه، 1-6 لينكج، لكن دي كانت 1-4. يبقى المالتوز 1-4، لكن الايزومالتوز هو نفس الجزء وكل حاجه بس البوند ما بين ايه، 1-6 ايه، 1-6 لينكج تمام. قال لك ان هو بيكسر لي الجزيئات اصغر، لكن ايه، لكن ما بتبقاش ايه، ما بتبقاش ايه، التكسير ما بيبقاش واضح قوي، ما بيبقاش يعني ضروري، يعني طيب يعني مش قوي ممكن اصلا ان هو يحصل اصلا في الانتستين تمام. طيب يبقى عندي ايه، عندي اللي هي الدكسترين والمالتوز واللي هي المالتوترايوز والايزو ايه، والايزومالتوز. طيب بعد كده قال لك ايه، قال لك انه ما بيحصلش دايجيشن للكربوهيدرات في الايه، في الاستومك خلاص. ليه؟ لان الانزيم اصلا بتاع الانزيمات اللي بتكسر الكربوهيدرات الوسط بتاعها بيبقى القلين، والاستومك احنا عارفين السمك دي بتعتبر ايه، بتعتبر عليها اتش سي ال، والاتش سي ال ده وسط ايه، وسط حامضي. طيب قال لك بعد كده لما بتبدا ان هي تخش الانتستين اللي بيحصل بقى، انا عندي كان الجزيئات بتاعتها عباره عن ايه، عباره عن ديكسترين تمام، وايه، واللي هي المالتوز واللي هي المالتوترايوز والايزومالتوز. انا هسيب بقى ايه، هسيب الجزيئات دي لان هي تعتبر جزيئات ثنائيه مش محتاج ايه، مش هتاخد مني مجهود كبير قوي في التكسير. هبدا ان انا اشتغل ايه، هشتغل على الديكسترين تمام. تمام الديكسترين ده بعد كده
ايه؟ عندي البنكريات، البنكرياتيك الفا اميليز، تمام. ده كل شغل في ايه؟ في انتستين. البنكرياتيك الفا اميليز دوت قال لك ان هو بيكسر الديكسترين لايه؟ الفا ليميت ديكسترين، لجزء ديكسترين اصغر منه، وايه؟ ونفس المكونات اللي كانت فوق ديت، اللي هي المالتوز واللي هي الماتريوز والايزو ايه والايزومالتوز. خلاص تمام. يبقى تاني كده عندي ايه؟ عندي في الاول كان عندي الاستارش والجلايكوجين. بيبدا اول حاجه غاضب فيها في الايه؟ في اللي هي الماوس عن طريق اللي هي سيرفري انزيمز، السيرفري انزيمز او اللي هي سيرفري اميليز، بيبدا ان هو يكسر لي الاستارش والجلايكوجين لجزئيات اصغر منه، ليه ديكسترين والماتوز واللي هي الماتريوز واللي هي الايزومالتوز. بعد كده باخد ايه؟ باخد الديكسترين من ايه؟ ونازل ايه؟ نازل في الانتستين. ده برده بينزل في الانتستين، تمام. بينزل ايه؟ بينزل في الانتستين، بيعدوش يعني بيعدوا السمك بس ما بيكسروش فيها، تمام. طيب بعد ما بيعد بيكسر الديكسترين الفا اللي هي ليميت ديكسترين، وبيكون ليها مالتوز وماتريوز وايزو مالتوز. طيب لو انت فاكر كنا برضو قايلين في سوريا الفيسو تقريبا ان انا عندي ايه؟ ان انا عندي اللي هي الجزيئات اللي هي الدايساكرايد شوجر ديت، او السكريات اللي هي السكريات اللي هي الثنائيه ديت، بتتكسر فين؟ بتتكسر باللي هي الانتستينال انزيمز. الانتستينال انزيمز زي ايه؟ زي المالتيز، تمام. والايزومالتيز احنا عندنا المالتيز بيكسر ايه؟ بيكسر اللي هو المالتوز والمالتوتريوز. يبقى المالتيز، تمام، بيكسر ايه؟ بيكسر المالتوز والمالتوتريوز. لكن الانزيم اللي بيكسر لي الايزومالتوز ده سميناه اسم تاني خالص، سميناه ايه؟ سميناه اللي هي الايزومالتيز، يعني الاسم بتاعه، او ايه؟ او اللي هي ديكستريز. خلاص تمام. يبقى سميناه ايزومالتيز او ايه؟ او ديكستريز، تمام. او ايه؟ او ممكن كمان نسميه اللي هو 1 و6 اللي هي الايه؟ اللي هي الجلايكوز ديز. يعني ايه؟ يعني اللي هو اللي بيكسر الربط ما بين ايه؟ 1 و6 اللي موجوده في ايه؟ اللي موجوده في اللي هي الايزومالتوز ده، تمام. تمام ماشي. المهم يعني ان احنا عرفنا ان هو الجزيئات اللي هي الثنائيه دي بتتكسر فين؟ في الانتستين. لكن اللي هي الكبيره ديت الديكسترين بتتكسر ايه؟ بسبب البنكرياس، البنكرياتيك ايه؟ بنكرياتيك اميليز. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي قالك ان السليبري والبنكرياتيك اميليز ار الفا اميليز ذات اكت اون راندوم الفا 1 و4 جلوكوزيتيك لينكج، تمام. ان هي بتكسر ايه؟ بتكسر اللي هي الربط ما بين 1 و4، تمام. ما بتشتغلش على ايه؟ ما بتشتغلش على 1 و6، خلاص. يبقى هي ما بتشتغلش، هو عايز يقول لك ان هي ما بتشتغلش على 1 و6 وخلاص. قال لك السليبري اميليز واللي هي البنكرياتيك اميليز، عندي ايه؟ عندي ايون بيعمل لهم اكتيفيشن عشان الانزيم ده يشتغل. قال لك ان الايون ده هو الايه؟ هو الكلورايد ايون، يعني ايون الكلور. قال لك ان الاوبتيمم اللي هي الاوبتيمم بي اتش، انت متخيل اكيد او متوقع ان الايه؟ البنكرياتيك اميليز المفروض يبقى البي اتش بتاعته تبقى اعلى. ليه؟ لانها الالكالين بتاعها اقوى من الموجود ايه؟ الموجود في الماوس، تمام. فهتلاقي ان البي اتش بتاعته حوالي 7.1، لكن اللي موجوده في السليفري حوالي 6.7، تمام. تمام. بعد كده قال لك انه ان السيلوز اند بعد كده قال لك ان السيلوز كانت بي دايجست ان ايه؟ ان هيومن، زي ما احنا قلنا. قال لك ليه؟ لان هو بيحتوي على ايه؟ لان المفروض ان قالك لان الانزيم الموجود في جسمنا اسمه الفا اميليز، الفا اميليز، لكن اللي هو بيكسر الربط ما بين ايه؟ ما بين الفا 1 و4. لكن اللي بيبقى موجود في السيلوز عباره عن ايه؟ عباره عن بيتا جلوكوز، تمام. تمام. وطبعا بيبقى محتاج ان يكسر الربط ما بين اللي هي بيتا 1 و4 جلوكوزيديك لينكج، تمام. هو طبعا مش موجود، فما بيحصلوش ايه؟ ما بيحصلوش دايجيشن. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك الدايجيشن باي ذا سمول باي ذا انتستين او انتستينال برش بوردر انزيمز. هخش بقى على ايه؟ على الدايجيشن. طيب طبعا كنا ده كل من كلام عن الدايجيشن. قال لك ايه؟ قال لك عن طريق اللي هي البرش بوردر انزيم دي. يعني طيب عايز اقول لك بعد كده بعد ما وصلت للمالتوز، زي ما احنا لسه قايلين المالتوز والمالتوتريوز والايزومالتوز، يعني اللي احنا كنا لسه قايلينهم اللي هم الضي صغيرات الكربوهيدرات، يعني دول بيكسروا ايه؟ بيكسروا من الانزيمز الموجوده في الانتستين زي ما احنا قلنا، تمام. تمام. قال لك المالتوز بيكسر بحول ايه؟ الاثنين جزيئات جلوكوز، واللي هي المالتوتريوز ثلاث جزيئات جلوكوز، والايزومالتوز بيكسر برده ايه؟ الجزيئين جلوكوز، لان احنا قلنا ان هو شبه المالتوز بس الاختلاف بس ايه؟ هي البوند بتبقى موجوده فيه. والفا يميد ديكسترين بكسره ايه؟ بكسره ليه؟ جلوكوز يميد، تمام. تمام. واللي هي السكروز ليه؟ جلوكوز وفركتوز، واللاكتوز ليه؟ جلوكوز وجلاكتوز. طيب بعد كده قالك ان الفا ليميد ديكسترين از دايجستد انتو جلوكوز يميد باي ايه؟ باي اللي هي الايزو مالتيز اند مالتيز انزيمز. خلاص يبقى عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك يعني ان ان الانزيم اللي بيكسر اللي هي الالفا ليميت اللي هي الديكسترين، قالك ان هو يا اما يتكسر بالايزومالتيز، تمام، اللي هو بيكسر الايزومالتيز يعني، تمام، او عن طريق المالتيز انزيم اللي هو بيكسر ايه؟ بيكسر اللي هي المالتوز والايه؟
واللي هي المالتو تريوز. خلاص يبقى تعرف بس دي هي المالتوز بيكسر ايه، بيكسر المالتو تريوز والمالتوز واللي هي الالفا ليميت اللي هي الديكستريت تمام. لكن اللي هي الايزو مالتيز ده بيكسر ايه، بيكسر اللي هو الايه اللي هي الايزو ايه ايزو مالتيز واللي هي الايزو مالتوز معلش والايه والديكستريت اللي هي الفا ليميت ايه الفا ليميت ديكستريت. خلاص تمام. بعد كده عندنا هي الانتي برودكتس اللي هي الكربوهيدرات دايجيشن والمونوسكرايد اللي هي المونوسكرايد يعني الاي ان دايت. يعني المونوسكرايد اللي اخدته في الدايت بقى ببدا ان انا اعمله ابزوربشن على طول تمام، وما اعملوش دايجيشن. طيب لكن الجزئيات الكبيره ببدا ان انا اعملها دايجيشن عشان اوصلها ايه للجزئيات ديت. اول حاجه بوصل ايه، بوصل الجلوكوز والفركتوز والجلاكتوز والمانوز واللي هي البنتوز تمام. بعد كده قال لك ان هي الكربوهيدرات ابزوربشن، هنبدا بقى نخش في ايه في الابزوربشن اللي هو الانتسوس. اللي بيحصل المثل بيقول لك ان الريت اوف الابزوربشن بيقل ايه، بيقل كل ما انا ايه بدات ان انا انزل لتحت. يعني ايه؟ يعني هو بيكون في الديودرم او الجيجرم بيكون ايه اعلى حاجه تمام، الامتصاص فيها بيكون اعلى حاجه. بعد كده بيبدا ان هو يقل كل ما انزل لتحت يعني لحد ما اوصل ايه، لحد ما اوصل للدسال ايه اليوم تمام. يعني في الدسال اليوم بيكون تولت الابزوربشن اللي بيحصل ايه، بيحصل في اللي هي الجيجرم. طيب بعد كده قال لك ان هي الجلوكوز ابتيك باي ايه باي اللي هي الانتستينال سيلز از نوت انسولين ديبندنت. يعني ايه؟ عايز اقول لك ان انا علشان اعمل امتصاص للجلوكوز انا مش محتاج الانسولين. طيب بس لو انا عايز ادخل الجلوكوز للخليه فانا محتاج انسولين تمام. لو انا هدخل الجلوكوز للخليه عشان تستخدمها او تحرقها وكده فانا محتاج ايه، محتاج انسولين. لكن عشان الامتصاص الابزوربشن فانا مش محتاج ايه، مش محتاج الانسولين. قال لك الميكانيزم اوف الابزوربشن اوف الكربوهيدرات علشان اني لاي اصلا اي حاجه عندي ثلاث ايه ثلاث طرق، يا اما سيمبل ديفيوجن يا اما اكتف يا اما ايه يا اما فاسيليتد ايه فاسيليتد ديفيوجن. طيب اول حاجه احنا هنستخدم ايه، هنستخدم التريتا. انا كام على التريتا؟ اول حاجه اللي هي سيمبل ايه سيمبل ديفيوجن. قال لك ان سيمبل ديفيوجن ده بيحصل ايه، بيحصل لكل انواع الكربوهيدرات اللي هي المونوسكرايد تمام. ار بروبابلي ابزوربد تو سم اكستند فيا سيمبل ديفيوجن زي مثلا الفركتوز والجلاكتوز والبنتوز تمام. تمام ماشي. مش هنقول هنا الجلوكوز لان الجلوكوز عن طريق ايه، يعني احنا هنعرف ورا ان هو عن طريق يال الفاسيليتيتد او اكتيف تمام. تمام يبقى تاني عندنا دي السيمبل ده عن طريق ايه، زي مثلا ايه زي الفركتوز والجلاكتوز والبنتوز. طيب بعد كده الاكتيف ترانسبورت، الاكتيف ترانسبورت ده بيكون ايه، بيكون عشان انقل الجلوكوز والجلاكتوز تمام. يبقى الجلاكتوز دوت بيتنقل ايه، بيتنقل بالاكتيف والسيمبل. طيب علشان انقله انتوا زي انتستينال ميكوزا سيل باي ايه باي صوديوم ديبندنت. يعني ايه؟ يعني هو بيعتمد على الصوديوم عشان ادخل الجلوكوز والجلاكتوز. محتاج ايه؟ محتاج صوديوم تمام، ومحتاج طاقه. الاكتيف ده يعني ايه؟ يعني محتاج طاقه. خلاص يبقى انا محتاج طاقه وصوديوم اي تي بي وصوديوم. طيب قالك ان الريسبتور بقى اللي بيدخل لي اللي هي الجلوكوز والجلاكتوز او ترانس ايه اللي هي الترانسبورتر، يعني اللي بينقل الجلوكوز والجلاكتوز داخل الخليه او كده يعني او بينقله، اسمه ايه، اسمه اللي هي الجلوكوز ايه، جلوكوز ترانسبورتر رقم واحد تمام. طيب يعني هنا لو شفنا هنا في الرسمه دي هنلاقي ايه، هنلاقي الانتستينال ليومن بيدخل ايه، بخش بدخل منه الجلوكوز والجلاكتوز تمام، ومحتاج صوديوم. هتلاقي الصوديوم ايه بدا يدخل تمام. وعندي ايه، وعندي اللي هي حاطط لك هنا ترانسبورتر رقم واحد ماشي. وهتلاقي تحت ايه موجود، اللي هي صوديوم بوتاسيوم بامب. طيب اشمعنى اللي عندي صوديوم بوتاسيوم بامب؟ لان انا المفروض ان انا بدخل صوديوم جوه، وصوديوم مش من الطبيعي ان هو يبقى داخل الخليه، المفروض ان هو بيبقى موجود بره تمام. فانا علشان اعدل او اوازن بقى المشاكل اللي حصلت ديت ببدا ان انا احط ايه، اللي هي صوديوم بوتاسيوم بامب، بحيث ان هي ايه، بحيث ان هي تصحح الغلط اللي حصل، تبدا ان هي تخرج الصوديوم اللي دخل وتدخل ايه اللي هي البوتاسيوم ايه البوتاسيوم اللي خرج. طيب تالت حاجه بقى اللي هي الفاسيليتيد ديفيوجن. الفاسيليتيد ديفيوجن قال لك ان عندي الفركتوز بيدخل اللي هي الانتستينال ميكوزا عن طريق ايه، عن طريق اللي هي الصوديوم اندبندنت. يعني ايه؟ انا مش محتاج الصوديوم علشان ادخل ايه، عشان ادخل الفركتوز. ده بيكون عن طريق ريسبتور اسمه ايه او ترانسبورتر، يعني اسمه ايه، اسمه اللي هي الجلوكوز ايه، جلوكوز ترانسبورتر رقم 5. طيب قالك اللي هي هاز ابور ابيليتي تو ترانسبورت زي جلوكوز. يعني ايه؟ مش بيدخل الجلوكوز بكميه كبيره جدا قد الفركتوز، يعني هو اصلا بيبقى متخصص اكتر في الفركتوز. وكمان قالك ان هو كمان بيدخل ايه، بيدخل المنوز، يبقى هو بيدخل الفركتوز والمنوز. بعد كده قال لك ايه، قال لك ان انا عندي الجلوكوز والفركتوز والجلاكتوز بيتنقلوا ايه، بينتقلوا من الانتستينال ميكوزا. بيتنقلوا من الانتستينال ميكوزا ايه للبورتال بلاد. يعني هي بتبدا تنتقل ايه بقى، ده اللي بينقله الريسبتور ده عشان انقل بقى الجلوكوز والفركتوز والجلاكتوز اللي انا امتصتهم فوق عن طريق او اللي انا دخلتهم يعني الخليه. طيب علشان بقى ايه، عشان انقل الجزيئات الجلوكوز او الجلاكتوز او الفركتوز اللي انا دخلتهم جوه الخليه، عايز بقى اخرجهم ايه، انقلهم لقدام او اوديهم للبورتال ايه، بورتال بلاد. ده يكون عن طريق ايه، عن طريق ريسبتور اسمه اللي هي الجلوكوز ترانسبورتر ايه، ترانسبورتر رقم 2 تمام. تمام يبقى تاني، يبقى انا اول في البدايه خالص كان عندي ايه، كان عندي جلوكوز وجلاكتوز
تمام، كانوا ايه، كانوا بره الجلوكوز والجلاكتوز ده عشان ادخلهم، يعني كانوا ايه، كانوا في اليومن تمام، عشان ادخلهم بقى داخل الايه، داخل الخليه نفسها تمام. هبدا ان انا اعمل ايه، هبدا ان انا يعني احملهم على ترانسبورتر رقم كام، رقم واحد اسمه جلوكوز ايه، جلوكوز ترانسبورتر رقم واحد تمام. تمام طبعا ده بيبقى اكتف ترانسبورت، فمحتاج اي تي بي ومحتاج ايه، ومحتاج صوديوم. بعد كده قال لك ايه، قال لك ان انا محتاج برضو ادخل جزء سكر اسمه الفركتوز. تمام، فقال لك ان انا هنقل الفركتوز دوت داخل الخليه عن طريق ايه، عن طريق ترانسبورتر. بيبقى ترانسبورتر رقم كام، ترانسبورتر ده بيكون رقم رقم 5 خلاص. تمام، قال لك ده بيكون عن طريق فاسيليتيت ايه، فاسيليتيت ديفيوجن، ما بيبقاش عايز ولا ان ايه ولا صوديوم ولا اي تي بي. تمام تمام، بعد كده بعد كده قال لك بقى ان انا دخلتهم داخل الخليه، عايز بقى انقلهم من الخليه ديت، انقلهم للدم. هعمل ايه، محتاج برضو ايه، محتاج برضو ترانسبورتر. الترانسبورتر ده هيبقى جلوكوز رقم كام، جلوكوز رقم 2 تمام، وبرضو عن طريق ايه، هي الفاسيليتيت ايه، فاسيليتيت ديفيوجن. تمام، يبقى انا كده خلصت ايه، خلصت الابزوربشن وايه والدايجيشن. بعدين بقى بدا يقول لك ايه، انا كده دخلت الخليه وعملت لها ابزوربشن. بعد ما عملت لها ابزوربشن هبدا ان انا اعمل ايه بقى. قال لك ان الفات اوف الابزورب كربوهيدرات مثلا البنتوز او ايه او الهكسوز، يعني هبدا بقى ايه، هيقول لك ان البنتوز دي بتبدا تخش في ايه، بتخش في مثلا الريبوز واللي هي الديوكسيرايبوز اللي هي الدي ان ايه والار ان ايه يعني. وبيساعد في الابزوربشن ليه حاجه اسمها اللي هي دي اللي هي الليزايلوز تمام، ودي حاجات يعني خدناها في سنه اولى، مش ما اظنش ان هو يسال فيها يعني. قال لك كمان ان هي ايه، اللي هي الانيوزد بنتوز انسايد ذا بودي، ممكن ايه بيحصل له اكسكريشن ايه، اكسكريشن في اليورين، يعني الحاجات اللي ما امتصهاش من البنتوز ديت بعمل لها اكسكريشن ايه، اكسكريشن في اليورين. بعد كده قال لك ان انا عندي هيكسوز، الهيكسوز ديت اللي هي السكر بيكون من 6 وزي اكل كوساني. قال لك ان هي ايه، قال لك ان هي بتعدي البورتا اللي هي البورتا بلاد للليفر، عشان ايه، عشان يحصل لها يا اما ان انا يعني اخزنها تمام، او ان انا استخدمها، يا اما ان انا استخدمها او ان انا ايه، او ان انا اخزنها في صوره ايه، في صوره جلايكوجين. قال لك الفات اوف اليال جلوكوز ان بودي، يا اما ان انا اعمله ابتيك، يا اما ان انا اعمله يوتيلايزيشن. تمام، اول حاجه ممكن اعمل اوكسيديشن، اوكسيديشن عملت الاوكسيديشن عشان احصل منه على اي تي بي، احصل منه على طاقه. طيب انا هحصل على طاقه عن طريق ايه، كنا قايلين قبل كده ان انا عندي طريقين، يا اما ايروبيك عن في وجود الاكسجين، او انيروبيك اللي هو عدم ايه، عدم وجود الاكسجين. طيب لو هو في وجود الاكسجين، قال لك ان عندي ايه، عندي اكتر من طريقه، اللي هي الايروبيك جلايكوليسيس، وعندي اللي هي الاوكسيديتيف اللي هي ديكربوكسيليشن عن طريق البيروبيك اسيد، وعندي حاجه اسمها اللي هي سيتريت ايه، سيتريت سايكل. طيب وبعد كده قال لك ايه، قال لك ان عندي انكومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز انكلود ايه، انكلود ايروبيك ايه، ايروبيك جلايكوليسيس. الحاجات دي يعني ايه، يعني عامه في سنه اولى يعني مش هيسال فيها قوي. قال لك الماينر ايه، الماينر باسوي، الماينر باسوي ديت زي مثلا باسوي ايه بتاع الايه، بتاع اللي هي البنتوز فوسفيت باسوي، وعندي اللي هي الايه، اللي هي اليورينيك اسيد باسوي. بعد كده قال لك ان ممكن اخزنه، اخزنه في ايه، في صوره ايه، اللي هي جلايكوجينيك، او اللي هي معلش اللي هي اللي هي الجلايكوجين تمام، عن طريق اللي هي عمليه اسمها اللي هي الجلايكوجينيسيس، او عن طريق الليبيد زي اللي هي اللايبو ايه، لايبوجينيسيس. طيب قال لك ان ممكن احوله كمان اللي اذر سبستانسز، زي مثلا ايه، زي مثلا ممكن احوله هي مثلا احول الجلوكوز ده للفركتوز تمام، لو انا محتاجه مثلا في السمن او في الايه، او لاكتوز لو انا محتاجه في اللبن تمام. وممكن احوله كمان ايه، اللي هي اللي هي الامين شوجر، او اللي هي اللي هي دي جلوكورونيك اسيد، او اللي هي الجلوكوزامين، اللي هي الجلوكوزامين والجليكان تمام، او ممكن احوله لايه، اللي هي الامينو اسيد، او اللي هي الايه، او اللي هي الجلايكوليبيد. المهم يعني بعد كده قال لك ان انا عندي ان بي، يعني النقطه دي ممكن الدكتوره تسال فيها يعني، اكدت عليها. قال لك ان عندي حاجه اسمها هي الاورال ريهايدريشن سيرابي، الاورال ريهايدريشن سيرابي. قال لك ان انا محتاج علشان اعمل ابزوربشن للجلوكوز زي ما احنا قلنا، محتاج ايه، محتاج صوديوم. فقال لك ان ممكن ادي له اصلا مركب كده او كومبلكس على بعضه اسمه الصوديوم ايه، صوديوم جلوكوز. ده بيبقى مهم جدا عشان يحصل ايه، يحصل ابزوربشن. المهم بعد كده قال لك ان انا عندي حاجه اسمها اكتيف جلوكوز ترانسبورت، الاكتيف جلوكوز ترانسبورت دوت اللي احنا كنا سائلين عليه يعني. قال لك ان هو ممكن يحصل له انهيبيشن لو الشخص ده بياخد دواء اسمه ايه، اسمه اللي هي الاوبين تمام، ده بيكون دواء القلب يعني تمام، اسمه كاردياك ايه، كاردياك جلايكوزيد اوبين. طيب ده بيعمل ايه، بيعمل انهيبيشن للصوديوم ايه، صوديوم بامب، فبيمنع ايه، بيمنع الصوديوم بامب ان هي ترجع ايه، ترجع صوديوم تاني يعني تمام. بعد كده قال لك ان انا عندي disorder في الكربوهيدرات digestion والabsorption، عندي بيكون disorder ده يا اما يكون في سكر اللاكتوز او في السكروز. طيب لو هو في اللاكتوز فمعناها ان انا لو عندي مشكله في digestion او في الabsorption، معناها ما عنديش ايه، ما عنديش انزيم اللي هو اللاكتوز، اللي هي اللاكتيز يعني بيكسر اللاكتوز، او ايه، او لو هو في اللي هي السكريز يعني اللي هو ايه، ما عنديش انزيم اللي هي السكريز يعني تمام. تمام قال لك اللي هي cause of under pathway، او هي البصوج، اللي هي البصوج نيز يعني. قال لك اللي هي ديفكت ايه، ديفكت في الانتستينال لاكتيز، ما عنديش الانزيم اللي بيكسر اللاكتوز.
فبيعمل ايه؟ بيعمل لاكتوز اكيوميليشن، ولما اللاكتوز دوت يعني بيحصل له اكيوميليشن تبدا ايه، تبدا البكتيريا الموجوده في الانتستين تعمل ايه، تعمل له فيرمنتيشن. تمام. ولما يحصل فيرمنتيشن ليها تبدا يزود ايه، يزود اللي هي الاسيديتي. تمام. وايه وينتج ايه، وينتج جازس. تمام. طيب والاسيديتي والجازس دي بتعمل ايه؟ بتعمل هي الجي اي تي اوبست، وتبدا تعمل ايه، تعمل بقى مشاكل زي مثلا تزود الاسيديتي وتعمل دايريه وتعمل اللي هي الابدومينال كرامبس. تمام. كل الحاجات دي بتحصل نفسها في ايه، في اللي هي ساكاريز ديفيشنسي. قالك ان عشان اعالج الشخص اللي عنده اللاكتوز اللي هي الانتوليرانس ده، اول حاجه ان انا اخلي الاكل بتاعه ما فيهوش ايه، ما فيهوش لاكتوز، واللبن اللي بيشربه خالي من اللاكتوز، فبدي له حاجه اسمها لاكتوز فري ميلك. وان انا ابعده عن منتجات الالبان كلها، بس ممكن ياخد يوجرت عادي، يعني الزبادي ما عندوش اي مشاكل فيه. اما بالنسبه لي هي السكروز ديفيشنسي، لكن انا عشان اعالج الشخص ده ايه، ببعد عن الاكل اللي بيبقى فيه سكروز، فبدي له سكروز فري دايت. بعد كده هنكمل اللي هي الدايجيشن اند ابزوربشن اوف ليبيد. احنا ناخد بس الدايجيشن. تمام. ده اللي ايه، ده اللي هيدخل معانا في الميد. قالك ايه؟ قالك ان معظم الاكل اللي انا باكله من الليبيد يعني بيكون اغلبه تراي ايه، تراي اللي هي الجلسرايد. تمام. بيكون اللي هي تراي اسهل الجلسرول يعني. تمام. ونسبة قليله جدا بتبقى على هيئه ايه، على هيئه اللي هي الفوسفوليبيد او اللي هي الجلوكوليبيد او الكوليسترول او الفاتي اسيد او فات سوليبل فيتامينز او اللي هي الكاروتينويد. تمام. تمام. يبقى الاغلب ايه، هي تراي اسهل الجلسرول او ايه اللي هي التراي جلسرايد يعني. بعد كده قال لك ايه، قال هنا عندي ليبيد دايجيشن. ليبيد دايجيشن انا ههتم دلوقتي بايه، بان انا اكسر التراي اسهل الجلسرول، التراي اسهل الجلسرول يعني، لان هو اكبر مزيل فانا عايز اكسره. قال لك ان انا بكسره عن طريق ثلاث انزيمات، عندي حاجه اسمها اللينجوال ليباز، وعندي ايه، عندي ايه، وعندي ليال جاستريك ليباز. تمام. وعندي بنكرياتيك ايه، بنكرياتيك ليباز. تمام. عندي ايه بقى، قالك ان كمان عندي انزيم كده بس بيشتغل داخل الخلايا، فبنسميه انتستينال مونو سكريت لايبيز. المهم يعني انا عندي ايه، هنكلم اول حاجه عن اللينجوال ايه، لينجوال لايبيز. اللينجوال لايبيز ده بيبقى موجود عندنا في الماوس. تمام. وشغله بيبقى ضعيف جدا في الايه، في الادلت، لكن في الاطفال بيبقى ايه، بيبقى شغال كويس. ليه؟ لان الاطفال اصلا ما عندهمش اسنان، ما بيعرفوش ان هم يمضغوا الاكل وايه ويبلعوه، يعني لازم ايه، لازم هو يمضغوا الاول. لازم ايه، لازم انهم لازم ان هم يمضغوا الاول، بياخدوا وقت كيف يعني، بياخدوا وقت كبير جدا في ان هم يمضغوا الاكل. يعني لو اديته حته اكل فيه فات يعني، هياخد ايه، هياخد وقت طويل جدا في ان هو ايه، ان هم يمضغوه. تمام. فده هيدي وقت ايه، اللي هي اللينجوال لايبيز ان هو يشتغل. لكن احنا يا دوبك بنقطع الاكل بسرعه ونقوم ايه، ونقوم بلعينه على طول. تمام. تمام. فاللينجوال لايبيز ده مش ايه، ما بيبقاش يعني ليه دور واضح في الايه، في الادلت. قال لك ايه، قال لك ان هي سيكريت باي باي اللي هي الايبينر جلاند، اللي بيبقى موجود في الباك اوف اللي هي الدورزم اوف الايه، اوف ذا تانج. قال لك ان هو بيعمل ايه، بيعمل اكتيفيت للجاستريك لايبيز ان ايه، ان ذا استومك الاسيد ايه، ذا ستيبل لايبيز. طب نكمل شويه بعد كده، انا بقطع كل شويه بس عشان بسجل في الكليه، في كل شويه يبقى في صوت يعني. قال لك ان بيعمل ايه، بيحصل اكتيفيشن للجاستريك لايبيز ان ذا استومك اسيد ستيبل لايبيز. الاوبتيمم بتاعها ايه، بيبقى حوالي من 4 ل 6 او 2 ل 7 ايديال ايه، 4 ل 5 يعني. الكلام ده كده ما هوش استلزام يعني. عايز اقول لك ايه، عايز اقول لك يعني اللينجوال لايبيز ان انا بفرز من ايه، اهم حاجه من الايبينر جلاند. تمام. وان هي بتبقى جايه من اللي هي الدوزم ايه، دوزم اوف ذا تانج. تمام. تمام. ان هي ممكن ايه، بتعمل ايه، بتعمل اكتيفيشن للجاستريك لايبيز ان ذا ستومك يعني. مجرد ما بتنزل كده ايه، بتحفز ان السمك ان هي تفرز ايه، تفرز الجاستريك ايه، جاستريك لايبيز، الجاستريك لايبيز. تمام. تمام. ده اللي احنا عايزين نعرف، ان اللينجوال لايبيز بمجرد ما بينزل بقى للاستومك بيحفز ان الاستومك تطلع ايه، تطلع الانزيم بتاعها اللي بيكسر الليبيد. المهم قال لك ان انا عندي بقى الجاستريك لايبيز. الجاستريك لايبيز ده اصلا ما بيشتغلش في الايه، ما بيشتغلش في الاستومك، ده هو بينزل للانتستين وبيبدا ان هو يشتغل فيه خلاص، لكن هو بيطلع ايه، بيطلع من الاستومك. قال لك ان الجاستريك لايبيز اسيد ايه، اللي هي الاسيد ستيبل يعني، ما بيحبش الاسيديتي. تمام. معلش الاستيبل يعني بيحب الاسيديتي. تمام. اسيد ستيبل لايبيز اند ايه، اند نيد كالسيوم فور ايه، فور اكتيفيشن. بيبقى مور اف اهو، مور افكتيف في الايه، في الالكالين بي اتش، يبقى هو بيبقى اكتيف اكتر في الايه، في الالكالين. طب ليه احنا قلنا اللي هو بيبقى اسيد اللي هو الاستيبل، لان اصلا هو موجود في الايه، هو موجود في وسط الاتش سي ال. تمام. تمام. لكن هو ما بيشتغلش او ما بيبقاش اكتيف قوي غير ايه، غير في الالكالين ميديا. تمام.
قالك انه عندي ايه، عندي جاستريك لايبيز ويز ايد اوف ايه اوف اللينجوال ايه لينجوال لايبيز. يبقى تاني احنا عرفنا اللينجوال لايبيز بعمل ايه، بعمل ليها اكتيفيشن، وعشان برضو اعمل اكتيفيشن للجاستريك بعمل ايه، لازم يبقى عندي اللي هي الايه اللي هي الكالسيوم. طيب قالك انه في الادلت الاستومك عندها طبعا البي اتش بتاعتها بيبقى حوالي من 1.5 ل 3.5. قالك ان هو الجاستريك لايبيز ما ايه نوت بلاي امبورتنت رول، تمام، عشان كده ما بيشتغلش في الايه في الاستومك، تمام، لان احنا قلنا الوسط بتاعه ايه القليل، يكون ايه يكون حوالي 7 ايه 7.8. قالك ايه انفاض استومك، الاستومك ده بيبقى حوالي ايه حوالي 5، تمام، يعني بتبقى المعده بتاعتهم الحمضيه بتاعتها ما بتبقاش عاليه قوي. فقالك عشان كده ايه، عشان كده ان انا ممكن البوست لايبيز اكت ايه اكت اون ميلك، يعني ممكن ان ساعتها يبدا هضم الفاتي اسيد في الايه في الاستومك، تمام تمام عن طريق ايه، عن طريق ان انزيم اللايبيز اللي هو الجاستريك لايبيز، تمام، واللي هي اللينجوال لايبيز، يعني يبدا ان ما يشتغل ايه، هيشتغل على اللي هي الميلك فاتي اسيد، تمام، اللي هي تروي اصلا الجسم، يعني الفتره طويله الفتره القصيره اللي هي شورت ايه شورت اند من معلش على ايه على اللي هي السلاسل القصيره او ايه او المتوسطه في الايه في الطول بتاعها، اللي هي حوالي ايه حوالي 12 ذره ايه اقل من 12 ذره كربون، تمام تمام طيب وبيكون ايه بيكون في الاخر هي الايه اللي هي فاتو البروسيس، يعني تمام. بعد كده قال لك ايه، قال لك في السمول انتستين بقى، يعني شغل كله في السمول انتستين، كل ده يعني مش ايه مش مهم قوي، لان ايه لان الفاز اصلا بشكل اساسي بشكل اساسي بيحصل لها اللي هي يعني اللي هي بتتكسر او بيحصل لها هضم، يعني في ايه في السمول انتستين، تمام تمام يبقى الدايجيشن كله بيبقى في السمول انتستين غالبا. ليه بقى؟ لان السمول انتستين فيها كل العوامل اللي تساعد على كده، فيها عندها بايل سولت، وعندها بنكرياتيك ايه بنكرياتيك انزيمز، وعندها كمان حاجه اسمها انتستينال مونو جلوكوزايد لايبيز، تمام تمام. اول حاجه عندي البايل سولت، البايل سولت دخلناها في الفيسو في الفيسو تقريبا، الاهميه بتاعتها يعني ان هي بتساعد ايه بتساعد في الدايجيشن، تمام، اللي هي بتعمل ايه بتعمل اللي هي النيوتريفيكيشن، يعني بتساعد على اذابه الدهون او هي تكسرها يعني، تمام. عشان كده ايه عندك الدايجستيف انزيمز كان ايه كان اكت اللي هي الافكتيفلي، يعني تقدر تشتغل بفعاليه اكتر. طيب قالك ايه، يعني هي كنا قايلين عليها ان هي ايه ان هي مش اسينشال لكن ضروريه جدا في الايه في الابزوربشن، يعني هي ضروريه في الابزوربشن لكن ايه لكن مش مهمه قوي في الايه، يعني بتساعد في عمليه ايه في عمليه الدايجيشن، مجرد مساعده ان هي بتساعد الانزيمز دي، خلاص. طيب عندنا البنكرياتيك ايه بنكرياتيك لايبيز، قال لك ان البنكرياتيك لايبيز دي ذا موست امبورتنت لايبيز ان دايجيشن اوف ايه اوف اللي هي تراي اصال الجليسرول، تمام تمام، يعني وظيفتها الاساسيه بتروح تكسر ايه تكسر تراي اصال الجليسرول، ماشي. طيب تمام، يعني هو هنا اختصر لك الطريق يعني او اللي بيحصل، احنا كده كده هناخده بره بالتفصيل يعني اهو، تمام. المهم يعني قالك ايه، قالك ان انا يعني بعد كده عندي ايه عندي الانزيم تاني اسمه الانتستينال مونو جلوكوزايد لايبيز، قالك ان هو بيبقى داخل ايه داخل الخليه بيكون ايه بيكون ايه انتراسيلولار اللي هي الكومبليشن اوف دايجيشن لاني واحد اللي هي الام اي جي، تمام، اللي هي المونو اسايل جليسرول. دي مش هتفهمها غير لما ايه غير لما نتكلم او نشرح يعني الصفحه اللي بعدها يعني. طيب هو قال لك الرول، عندي رول ايه الرول بتاعت البايل سولت، اول حاجه بتعمل ايه بتعمل هي الاميورتيفيكيشن، ده الدور الاساسي اوف ايه اوف فات. قال لك ان الفات اميورتيفيكيشن مين يعني ايه، يعني انا بكسر عم بريك داون ايه بريك داون لارج فات دروبلت انتو ايه انتو سمولر ايه سمولر وان، تمام. وقال لك كمان ان هي بتعمل ايه بتعمل انكريز للسيرفيس ايه للسيرفيس اريا اوف اللي هي الهيدروفوبيك ليبيد دروبلت، تمام، اللي هي الاكسبوست ايه اكسبوست تو اللي هي دايجست ايه دايجست انزيم، بيزود ايه بيزود السيرفيس اريا اللي ايه اللي هتتعرض لايه للانزيمز، تمام. قالك اللي هي الاميورتيفيكيشن ده بيحصل عن طريق ايه، عن طريق اول حاجه يا اما يكون ميكانيكال يا اما يكون كيميكال. الميكانيكال زي ما احنا قلنا ايه ميكانيكال يعني حركه، تمام، ايه اللي هي الايه الميكسنج باي بريستاليسيس، تمام تمام. يبقى اللي هي الاميورتيفيكيشن عن طريق ايه، عن طريق الميكانيكال اللي هي الايه اللي هي اللي هي البريستاليسيس. طيب لو ايه لو كيميكال بقى كيميكال يعني ايه هتبقى انزيمز وايه والبايل سولت والحاجات دي. قالك كمان ان هي ايه اللي هي بروبوشن اوف ايه اوف اللي هي الباين سولتس، تمام، عند الباين سولت. قال لك ان الباين سولت ديت بتبقى اللي هي الانفي باسك ويتش مين زي هاف اللي هي الهيدروفوبيك اند، تمام. عند ايه بيقول لك يعني الباين سولت ديت وظيفتها ايه، ان هي اصلا بتتكون ايه بتتكون من جزيئات كده بتبقى ايه بيبقى هيدروفوبيك ايه هيدروفوبيك اند هيدروفوبيك اند، تمام، بتمسك ايه بتمسك مع الليبيد، تمام تمام. وكمان عندها هيدروفيلك اند، يعني من الناحيه الثانيه عندها هيدروفيلك اند دي ايه بتبقى موجوده ايه بتبقى موجوده في الوتر عادي بتبقى ووتر سوليبل، تمام تمام. قال لك ان الاستراكشر اللي كنا بنسميه دي الميسلس لو انت فاكر، قال لك ان الاستراكشر دوت الاو اللي هي البايل سولت تو اي تو اللي هي الميلسيفاي انتو ايه انتو سمول دروبليت، تمام تمام ماشي. وقال كمان ايه، وقال كمان ان الفوسفوليبيد ايه ضروريه جدا ايه او بتساعد في عمليه الانيورسيفيكيشن اللي بتحصل.
طيب دي صوره ايه؟ دي صوره للاميلتيفيكيشن باي ايه؟ باي باي سولت. هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان هي الجزيئات اللي ماسكه مع الفات ديت بنسميها ايه؟ بنسميها اللي هي الفات سولوبل تمام، او اللي هي ايه اللي هي الهيدروفوبيك تمام. لكن اللي متصله مع الميه اللي هي لونها اخضر دي اللي هي من بره يعني بتبقى ايه؟ بيبقى هيدروفيليك سايد تمام. هيدروفيليك ايه؟ هيدروفيليك سايد. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك ان انا عندي اللي هي الرول اوف البنكرياتيك او الانتستاينال لايباز. الرول اوف البنكرياتيك او الانتستاينال لايباز قال لك ان هو بيشتغل على ايه؟ على التراي اسايد جليسترول زي ما احنا قلنا بشكل اساسي، على التراي اسايد جليسترول. قال لك ان هو لما بيشتغل على التراي اسايد جليسترول هو بيكسر لي التراي. طبعا احنا عارفين التراي اسايد جليسترول عباره عن ايه؟ عباره عن عن جليسرين تمام، ماسك ايه؟ ماسك مع اللي هي ايه؟ مع 3 فاتي اسيد. يعني في نظر الكربون كده 3 ذرات كربون وماسك ايه؟ ماسك مع فاتي ايه؟ فاتي اسيد تمام. 3 جزيئات ايه؟ 3 جزيئات فاتي اسيد. قال لك ان هو ايه؟ بيروح يكسر الربط رقم 1 ورقم 3 ويسيب الربط رقم 2 كده لوحده. يعني بيكسر الربط ما بين ذره الكربون والفاتي اسيد رقم 1 تمام، وعن ذره الكربون رقم ايه؟ رقم 3، ويسيب ذره الكربون رقم 2 مع الفاتي اسيد لوحده، ما بيكسرهاش تمام. تمام قال لك ايه؟ بيقول لك اللي هي الهيدروس ازاي؟ اللي هي البرايمري استر بوند. احنا طبعا عارفين ان البوند بيبقى موجوده ما بين الكربون والفاتي اسيد، بنسميها ايه؟ بنسميها اللي هي الاستر بوند تمام. قال لك اد بوزيشن 1 و3 تمام. بعد كده ايه؟ بعد كده بيبدا ايه؟ قال لك ان هي ريميننج 28 كونفرتد معلش ستيبس عن طريق ايه؟ عن طريق بقى الخطوات دي كلها تمام. تمام يبقى هو بعد ما كسر البوند اللي هي رقم 1 و3 هيبدا بقى ايه؟ هيبدا يشتغل ويكسر ايه؟ ويكسر ويحول بقى جزيئات ايه؟ ويكونها الجزيئات اللي هي الام اي جي والحاجات دي عن طريق إيه؟ يعني ازاي بقى؟ بص يا سيدي، اول حاجه انا كان عندي تراي اسايد جليسرول تمام. التراي اسايد جليسرول ده لما انا كسرته عند البوند رقم 3 و1 اداني مركب اسمه ايه؟ اسمه المونو اسايل جليسرول. بس ايه بقى؟ عند ذره الكربون رقم 2 تمام. تمام يبقى المونو اسايل جليسرول عند ذره الكربون رقم ايه؟ رقم 2 تمام. بعد كده المونو اسايل جليسرول ده انا شلت الفاتي اسيد من رقم 2 نقلته لرقم 1 تمام. فبقى عندي ايه؟ عندي المونو اسايل جليسرول رقم ايه؟ رقم 1 خلاص، عن طريق انزيم اسمه ايه؟ الايزوميريز تمام. انا ما عملش حاجه غير ان انا نقلت الفاتي اسيد من ذره الكربون رقم 2 لايه؟ لذره الكربون رقم ايه؟ رقم 1 تمام. تمام بعد كده عندك اللي هي المونو اسايل جليسرول، يا اما ان احنا نكمل عادي وتتكسر وتديني فات وجليسرول فاتي اسيد وجليسرول يعني تمام، يا اما ان هي تدخل الخلايا ويحصل لها ابزوربشن، وبعد ما يحصل لها ابزوربشن يبدا ان ايه؟ الانتستاين اللي هي الانترا سيلولار انتستاينال انزيمز او اللي هي اللايبيز يعني تبدا ان هي تشتغل عليها وتديني فاتي اسيد برده وجليسرول تمام. تمام يبقى تاني كده قال لك ايه؟ قال لك ان انا كان عندي ايه؟ اللي هي التراي اسايد جليسرول. التراي اسايد جليسرول ده بدا ان هو يتكسر تمام عن طريق اللي هي اللايباز ايه؟ اللي هي بنكرياتيك لايباز. بنكرياتيك لايباز تمام. فاداني ايه؟ فاداني اثنين ايه؟ عن ذره الكربون رقم 2 يعني تمام، اثنين مونو اسايد جليسرول تمام. تمام قال لك ان انا المونو اسايد جليسرول ده على فكره الاثنين مونو اسايد جليسرول ده هي ايه؟ اكبر كميه. قال لك ان هي حوالي ايه؟ حوالي 72% تمام من اللي هي تراي اسايد جليسرول بيتحول ايه؟ بيتحول ليه اللي هي الاثنين المونو اسايد جليسرول تمام. طيب تراي اسايد جليسرول بيحول ايه؟ بيحول حوالي 72% منها الايه؟ الاثنين مونو اسايد جليسرول. بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها ابزوربشن. يعني 72% من اللي هيتكون ده بيحصل له ايه؟ بيحصل له ابزوربشن تمام. تمام والباقي بقى، الباقي بقى بيكون لي ايه؟ بيكون لي واحد مونو ايه؟ مونو اسايد جليسرول خلاص. يبقى انا كونت اثنين مونو اسايد جليسرول وعملت له ابزوربشن حوالي كام؟ حوالي 75% من الكميه اللي طلعت، والباقي اللي هم ال 28 كملت ايه؟ كملت شغل عليهم، يعني كملت فيهم ايه؟ الدايجيشن تمام. لما عملتهم دايجيشن او بمعنى اصح قمت نقله اللي هي الفاتي اسيد اللي موجود عند ذره الكربون رقم 2 نقلته ايه؟ نقلته عند ذره الكربون رقم 1 تمام. بقى عندي ايه؟ عندي ال 28% دول اتحولوا ايه؟ اتحولوا لواحد مونو اسايل جليسرول عند ذره الكربون رقم 1 يعني تمام. تمام قالك بقى ان المونو اسايل جليسرول ده برضو بيحصل يا اما ابزوربشن وجزء منها بيكمل تمام. تمام قالك ان انا عندي الجزء اللي بيحصل له ابزوربشن حوالي ايه؟ حوالي 6% بس بيحصل لهم ابزوربشن تمام، وال 22% الباقيين تمام بيتحولوا ايه؟ بيتحولوا لفاتي اسيد وجليسرول خلاص. بيتحولوا ايه؟ لفاتي اسيد ايه؟ فاتي اسيد وجليسرول حوالي 22%. وال 6% اللي بيحصل لهم ابزوربشن تمام بيتكسروا داخل الخليه، داخل الخليه اللي هي الانتستان الايه؟ الابيثيليال سيل. بس انا عليهم الانزيم اسمه ايه؟ اسمه اللي هي الايه؟ اللي هي
الانتستينال ايه انتستينال او اللي هي الانتراسيلولار انتستينال لايبيز. خلاص تمام. قال لك اللي هي الاند برودكت بقى في الاخر، انت متخيل الاند برودكت برودكت ايه؟ انا اول حاجه قلت لك ان حوالي 87 هيمتص وعندك 28 ما امتصوش. تمام تمام فانا دلوقتي انا امتصيت ايه بقى؟ عندي ايه؟ عندي حوالي 72% تمام من ايه؟ من اللي عند الاثنين مونو اصل الجليسرول، و28 او معلش 6 ايه 6% اللي نعمل تون ابزوربشن من ايه؟ من اللي هي واحد مونو اصل الجليسرول. تمام تمام وعندي في الاخر بقى ايه؟ عندي فاتي اسيد بجليسرول بقى ايه بحوالي ايه؟ حوالي 22%. تمام تمام يبقى احنا عندنا دلوقتي عملنا ابزوربشن لايه؟ عملنا ابزوربشن الاغلب لايه؟ للاثنين مونو اصل الجليسرول حوالي كام؟ حوالي 72. تمام تمام وعملت ابزوربشن 6% من ايه؟ من اللي هي واحد مونو اصل الجليسرول. تمام والباقي حاولت ايه؟ حاولت لفاتي اسيد بجليسرول حوالي 22%. هي لخبطه شويه يعني، اتمنى ان هي تكون وصلت. قال لك بقى عندي ايه؟ عندي بنكرياتيك لايبيز نيد ايه؟ بايل سولت فور اتس بروبر فانكشنينج از ايه؟ از اول حاجه ان البايل سولت بتعمل ايه؟ هيلب ان زي ريال كومباينيشن اوف ذا لايبيز وذ ايه؟ وذ اثنين مولكيول. تمام اثنين مولكيول اوف ايه؟ اوف اللي هي الكولي بيز بروتين. تمام ان ذا انتستينال ليون. يعني عايز اقول لك ان البايل سولت ديت تمام بتبقى ايه؟ بتبقى محتاج او يعني عندنا ايه؟ عندنا حاجه اسمها الكولي ايه؟ الكولي بيز. الكولي بيز ده اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن كو انزيم بيساعد ايه؟ بيساعد البنكرياتيك ايه؟ بنكرياتيك لايبيز انزيم. خلاص بيساعده ايه؟ بيساعده ان هو يكسر الليبيد وكده. طيب طيب قالك ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل كومباينيشن مع اللايبيز اهو بيشتغل ايه؟ بيشتغل مع اللايبيز. تمام علشان ايه؟ عشان يمسك مع الايه؟ مع الليبيد. تمام تمام قالك انه ايه؟ قالك ان هو بيحصل ايه؟ بيحصل انهيبيشن للايفكت اوف البايل سولت اند اجينست ايه؟ سيرفيس للاريا دي ناتوريشن. طيب يا شباب هو هنا قصده ايه بقى بالكلام اللي احنا قلناه في الاخر ده؟ هو قالك ايه؟ قالك ان هو بيحصل ايه؟ بيحصل كومبينيشن من اللايبيز مع ايه؟ مع اللي هي الكوليبيز. الكوليبيز دوت اللي هي الكوانزيم يعني. تمام تمام هو بيساعد ايه؟ بيساعد اللي هو اللايبيز انزيم ان هو يشتغل. ده بيزود ايه؟ بيزود اللايبيز اكتيفيتي. طيب قالك ايه؟ قالك ان ده كمان ان اللي هي الكوليبيز دوت بيمنع انه يحصل ايه؟ يحصل اللي هي كنا بنقول نيجاتيف فيدباك. يعني ايه نيجاتيف فيدباك؟ يعني كل ما زاد الفاتي اسيد تمام المفروض ان انت تقول ايه؟ كل ما زاد الفاتي اسيد اقلل ايه؟ هقلل بقى الدايجيشن، هقلل التكسير. هقول لك لا، المفروض ان انا احاول اكسر كل الفاتي اسيد اللي موجوده في جسمنا. تمام فهو بيمنع بقى ايه؟ انه يحصل ايه؟ يحصل اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف فيدباك عن طريق ايه؟ عن طريق اللي هي الايه؟ اللي هي الكوليبيز. فالكوليبيز بيمنع ان ايه؟ ان يحصل انهيبيشن للايه؟ للاكتيف للاكشن بتاع ايه؟ دي اللي هي اللايبيز انزيم. بسبب ايه؟ بسبب زياده الفاتي اسيد. يعني ايه بيمنع الفاتي اسيد ديت؟ تمنع ايه؟ تمنع ان اللايبيز دي تبدا تكمل شغلها وتكسر بقيه ايه؟ بقيه الليبيد وكده. تمام تمام قال لك اللي هي الماكسيمم اللي هي الماكسيمم اكتيفيتي اوف ذا بنكرياتيك لايبيز دي الكوليبيز كومبلكس از ايه؟ بيبقى في الوسط بتاع حوالي ايه؟ حوالي 7 ايه؟ 7 ونص او ايه؟ او 6 وايه؟ 6 و5 و10. تمام تمام اللي هي ايه؟ اللي هي الوسط بتاع البنكرياس يعني. قال لك ان البايل سولت هيلب ان ايه؟ هيلب ان فات اللي هي الاميوسيفيكيشن اللي احنا عارفينها يعني. قال لك عن طريق ايه؟ عن طريق اللي هي الكوليبيز بيحصل ايه؟ بيحصل اكسكريشن بايه؟ بالبنكرياس. هو اصلا بيبقى جاي منين؟ جاي من البنكرياس بس في ايه؟ في ان اكتف فورم بنسميه هي الايه؟ اللي هي برو كوليبيز. المهم اللي هي البرو كوليبيز دي بيحصل لها اكتيفيشن بواسطه ايه؟ بواسطه اللي هي التريبسين. تمام التريبسين بيحول اللي هي البرو البرو اللي هي الكوليبيز لايه؟ للكوليبيز. تمام تمام بعد كده قالك ايه؟ قالك ان هو محتاج اللي هي الكالسيوم عشان ايه؟ عشان يسهل من شغل ايه؟ اللايبيز على ايه؟ على اللي هي الليبيد ديت ويحول لي ايه؟ ويحولها لي الفري ايه؟ فري فاتي اسيد. تمام تمام قالك بقى اللي هي الانسوليبل اللي هي الانسوليبل لان الكالسيوم اصلا بيحصل ايه؟ هو مش انسوليبل بيحصل له ايه؟ بيحصل له السوليبل بتاعته او يعني بيدوب في الايه؟ في الاسيديتي. لكن عندك الوسط بتاع البنكرياس والانتستين بيبقى ايه؟ بيبقى قاعدي. فبالتالي بيحصل له ايه؟ بيبقى انسوليبلتي او بيحصل له ايه؟ يعني بيبقى ايه؟ مش دايب يعني. تمام قال لك ان ده بيعمل ايه؟ بيعمل بريفنشن للفري فاتي اسيد ان هي تمنع ايه؟ ان هي تمنع ان اللايبيز ايه؟ اللايبيز اكشن ان هو ايه؟ يكمل. تمام تمام يبقى تاني يا شباب انا عندي اللي هي الكالسيوم. تمام لا بسبب ان هو مترسب او موجود يعني بيمنع ايه؟ بيمنع الفاتي اسيد زي ما احنا قلنا فوق. بيمنع الفاتي اسيد ترجع وتعمل انهيبيشن ايه؟ للايبيز انزيم. لكن هي الايديال الكوليبيز الكوليبيز دي كانت ايه؟ كانت بتمنع ان يحصل ايه؟ انه يحصل انهيبيشن للايه؟ للبايل سولت ان هو الشغل بتاعها على ايه؟ على اللي هي على الليبيد او على السيرفس ايه؟ السيرفس اللي هي دينيتوريشن. خلاص تمام يبقى كانت بتمنع البايل سولت ان هي ايه؟ ان هي تقف. خلاص يبقى كانت ايه؟ كانت بتساعد في عمل البايل سولت. لكن كان بيساعد في عمل الانزيم هو الكالسيوم، هو ايون الكالسيوم. خلاص تمام
اخر صفحه بقى قالك ايه؟ قالك ان هي الاكسبين بكيراتيك ليباز اللي هي اللي هي بتعمل هيدروليزيشن، يعني ايه هيدروليزيشن للبرايمري استر بوند، تمام؟ اول استر بوند وثالث ايه ثالث استر بوند لو انت فاكر، ما عدا ايه ما عدا البوند رقم 2، تمام؟ قالك اللي هي الاس بنكرياس ريليز اولسو اللي هي الكوليبيز، يعني احنا لسه قايلينها في اوبرا يعني ان البنكرياس هو اللي بيطلع لي اللي هي الكوليبيز، تمام؟ في صوره ان اكتف بيحصل اكتيفيشن بسيط، ايه بسيط تريبسين. طيب قالك ايه؟ قالك ان ات ريشيو، يعني ايه؟ يعني بنسبه 1:1، يعني بيطلع اللي هي الكوليبيز بنسبه 1:1 للايه للبنكرياتيك لايبيز، تمام؟ تمام، لان احنا عارفين كل انزيم من اللي هي البنكرياتيك لايبيز بيحتاج ايه؟ بيحتاج كوليبيز، واحد كوليبيز، خلاص تمام. طيب ده قالك ايه؟ قالك ان هو بيساعد انه اللي هي الاصل الجسر ديت ان هي تتكسر عند ايه؟ عند ثابت الكربون رقم 1 و3، تمام؟ وبيعمل ايه؟ يعمل هي ريموف الفاتي اسيد، ما هو طبعا هو بيكسرها ويحرر لي الفاتي اسيد ده، تمام؟ تمام. عند ثابت الكربون رقم ايه؟ رقم 1 و3، بكسر ايه؟ اسمها استر بوند. يبقى لازم تعرف ان الرابطه اللي بتبقى موجوده دي اسمها ايه؟ اسمها استر بوند، تمام؟ تمام. قالك بعد كده عندي ايه؟ بعد كده عندي الانتستينال لايبيز. قالك الانتستينال لايبيز دوت بيكسر ايه؟ بيكسر الانتستان بقى الانتستان هتبدا تشتغل، تمام؟ بيكسر لي ايه؟ بيكسر لي الايه اللي هي اللي هي واحد ايه؟ واحد مونو اسايل جليسرول، تمام؟ بيكسرها لي ليه؟ اللي هي الجليسرول وفاتي اسيد، خلاص؟ تمام. يبقى هو بيشتغل ايه؟ بيشتغل على الجزء بقى اللي هو الاصغر من ايه؟ الاصغر من الاثنين مونو اسايل جليسرول، او اللي هي اللي تراي اسايل جليسرول يعني، خلاص؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الجزء البسيط اللي هو قبل الفاتي اسيد ايه والجلوسرول على طول، يبدا ان هو يكسره لي ويديني جلوسرول وفاتي اسيد، خلاص؟ عامل ايه؟ عامل زي انتستينال ايه؟ انتستينال اللي هي الانزيمز اللي بتكسر ايه؟ بتكسر الكربوهيدرات، كانت بتخش على ايه؟ على الايه؟ على الدايسكرايد او السكرات الثنائيه، هنا برضو نفس الموضوع اللي هو سكر ايه؟ سكر او هنا معلش اللي هي الليبيد ايه؟ دي عباره عن ايه؟ جزيئين بس، الجلوسرول ماسك ايه؟ ماسك مع فاتي اسيد، تمام؟ فابدا افصلهم عن بعض، تمام؟ تمام. يبقى الانتستين شغلها بيبقى في الاخر خالص مع الجزيئات البسيطه، لكن البنكرياس شغله مع الايه؟ مع الجزيئات الكبيره، تمام؟ طيب قالك الاند برودكت ده عباره عن ايه؟ الاند برودكت عباره عن اللي هي الاثنين اللي هي المونو اسايل جليسرول والجليسرول وفاتي اسيد، تمام؟ تمام. يبقى انا عندي المونو اسايل جليسرول والجليسرول وفاتي اسيد، لاني خلاص بقى كسرت ايه؟ كسرت ليها واحد ايه؟ واحد مونو اسايل جليسرول، تمام؟ تمام. طيب اهو قالك ايه؟ يعني تعالى كده نشوفها هنا. قالك التراي اسايل جليسرول اهي عباره عن ايه؟ عباره عن جليسرول ماسك ايه مع 3 ذرات كربون، و 3 ذرات كربون ماسك مع 3 اسيد، تمام؟ قالك ان اللي هي البنكرياتيك لايبيز ده رايح ايه؟ مكسر ذره الكربون، مكسر الرابطه ما بين ذره الكربون رقم 1 وذره الكربون عندي ذره الكربون رقم 3، تمام؟ تمام. فكون لي ايه؟ حاجه اسمها اللي هي 2 مونو اسايل جليسرول، خلاص. بعد كده قمت نقل الفاتي اسيد كان موجود عند ذره الكربون رقم 2 ده، نقلته عند ذره الكربون رقم 1 عن طريق انزيم اسمه ايه؟ اسمه الايزوميريز، تمام؟ فكون لي واحد مونو اسايل جليسرول. بعد كده الواحد مونو اسايل جليسرول ده حصل له ايه؟ هو حصل له حاجه من حاجتين، يا اما يكمل في اليومن يا اما يحصل له ابزوربشن، وهنا برضو اللي هي الاثنين مونو اسايل جليسرول يا اما يكمل في اليومن يا اما ايه؟ يا اما يحصل له ابزوربشن. لو حصل له ابزوربشن هيحصل له ابزوربشن بنسبه كام؟ حوالي ايه؟ بنسبه حوالي 72%، النسبه الاكثر منه بتحصل لها ابزوربشن، تمام؟ طيب لكن ال 28% دي بيحصل لها ان هي تكمل وتتحول ايه؟ تحول لواحد مونو اسايل جليسرول. برضو نفس الموضوع مع المونو اسايل جليسرول، بتحول ايه؟ بتحول يا اما يحصل له ابزوربشن يا اما ايه؟ يا اما يكمل. لو كمل في اليومن حوالي 22% يعني هيديني ايه؟ هيديني في الاخر جليسرول وفاتي اسيد عن طريق ايه؟ عن طريق اللي هي البنكرياتيك ايه؟ البنكرياتيك لايبيز والانتستينال ايه؟ البنكرياتيك ايه؟ البنكرياتيك لايبيز. يعني البنكرياتيك لايبيز ده بيشتغل ايه؟ بيشتغل على الواحد مونو اسايل جليسرول لو هو كمل في اليوم، تمام؟ تمام. لكن لو حصل ابزوربشن اللي هي كانت حوالي 6%، تمام؟ 6% اللي حصل لهم ابزوربشن هيبدا يشتغل عليها ايه؟ هيشتغل عليها انزيم اسمه ايه؟ اللي هي الانتستينال ايبيثيريال سيل، تمام؟ تمام. او هي الانتراسيلولار انتستينال ايبيثيريال ايه؟ اللي هي يعني سيل سيل ايه؟ لايبيز يعني، تمام؟ تمام ماشي. فهيدي في الاخر ايه؟ الجليسرول والفاتي اسيد. يبقى دلوقتي في الاخر خالص عندي ايه؟ عندي حاجتين، عندي اللي هي الابزورب اللي هي 72% من اللي هي المون اصل الجليسرول وايه والفاتي ايه والفاتي اسيد والجليسرول، تمام؟ تمام خلاص. تمام. لان المون الاصل الجليسرول خلاص بقى يعني حصل لها ايه؟ حصل لها تكسير في الايه؟ في الاتجاهين. لو امتصت هكسرها بواسطه الانتستينال لايبيز، ولو كملت في اليومن هكسرها عن طريق ايه؟ عن طريق البنكرياتيك ايه؟ عن طريق البنكرياتيك لايبيز. قالك اللي هي الاند برودكت عباره عن ايه؟ عباره عن اثنين مونو اسايل جليسرول وفاتي اسيد وبس كده.